ما هو زواج ملك اليمين وكيف أن نحصل على ملك؟ ما في شيء اسمه زواج ملك اليمين، ما في شيء اسمه زواج ملك، في ملك يمين لكن ليس زواجا. ملك لا يمكن، لا يجوز أن يتزوج الإنسان ملك يمين، يا زوجة يا ملك يمين، يا زوجة يا ملك يمين. يعني ماريا أم إبراهيم ملك يمين وليست زوجة، ليست من أمهات المؤمنين، ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وصفية أول ما أخذها النبي من السبي صلى الله عليه وسلم كانت ملك يمين، ثم أعتقها وتزوجها، لابد أن يعتقها، ما يصير الظل ملك يمين وزوجة، لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج ملك اليمين أصلا. يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فزواج ملك اليمين محرم، لا يجوز إنسان يتزوج أمة، يتزوج عبدة، ما يجوز، عبدة مو سودة، عبدة، العبدة ممكن شجرة ترى ما لها شغل، العبودية عكس الحرية، بس لأن أكثر العبيد كانوا من السود لذلك صار في ذهن الناس العبد يعني أسود، وهذا خطأ، العبد ما له شغل باللون، العبد هو المملوك، قد يكون عبدا وهو أبيض أشقر ما له شغل. فالقصد أنه لا يجوز للإنسان يتزوج أمة، الله نهى عن ذلك. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أي، وفي آخر القائل قال وأن تصبروا خير لكم، يعني لا تزوج أمة، اصبر تحمل ولا تزوج أمة، فلا يجوز الإنسان يتزوج أمة. وإذا أراد أن يتزوج أمة فإنه لا تصير يعني عفوا، إذا أراد أن يتزوج أمة ما تكون أمته هو، لأنه ما يصير هي أمته وزوجته، ما يصير يعني أمة غيره، يتزوج أمة غيره، يعني أنا مثلا أتزوج أمة مبارك مثلا عنده أمة مملوكة أنا أتزوجها، لكن ما يصير أتزوج أمة أنا أملكها، لأنه ما يصير الحين زوجتك ولا أمتك هذه ما يصير، فالتي تملكها إما أن تعتقها وتتزوجها وإما أن تظل أمة، أما يتزوجها وهي أمته لا يمكن هذا أبدا. يقول إذا ما في شيء اسمه زواج ملك اليمين إلا إذا كانت ملكا ليميني غيره وليس ليمينه هو، كيف يمكن نحصل على ملك يمين؟ هذا في الجهاد، إذا كان الجهاد ورفعت راية الجهاد وعاد المسلمين إلى الجهاد، عند ذلك الأسرى من الكفار الرجال يكونون عبيدا والنساء يكون إماء، وهذه هي تكون ملك اليمين.